شوفي كتنعس دابا شريف، فين كتنعس؟ عبد الزنقة. فوقاش انت في كازا دابا؟ كنبعد فيه 3 شهور. 3 شهور انت كتنعس في الزنقة؟ اه. هذا مين وميدا؟ 3 شهور. إذن مشاهدينا قناة شوف تي في، أهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من طلاقة الدار البيضاء، بالضبط في لي روش نوار. معنا الحالة ديال واحد السيد اللي مسكين معاق، أب معاق لثلاثة الوليدات، جا لكازا باش غير يقلب على شي محسن يعاونو يتشافى أنه مريض، واحد الحالة الصحية ديالو مدهورة. السيد اللي خلى وليداتو في الجبل ما كاينش اللي يصرف عليهم، دابا هو ناجد نادر شوف تي في أنهم يوصل الصوت ديالو للناس، ونتمنوا المحسن يعاونوه. نخلوا السيد يعاود لنا القصة ديالو. السلام عليكم أسيدي. السلام ورحمة الله. الاسم ديالك؟ اسمو ديالي سليمان. شنو المشكل عندك اسيدي؟ انا مريض، عندي عرق مشلل في راسي وشلل في الجهه اليمنيه، وعندي اعاقه ومريض، وكنعس في الزنقه، وعندي ثلاثه الوليدات. كنطلب على شي محسن يتعاون معايا يديني للسبيطار، ولا كلينيك يتعاون معايا نتشافى باش نشري الدواء. الله يرحمك والله. واش خلقيه ولا تزريش بها ولا؟ لا، عقا تزريش بها، ولكن هذا المرض مشي ليا العرق في راسي، جاني تقريبا شي عام ومشلل، وهاد الجهه اليمنيه ما بقيتش تحكمت فيها. وكنطلب شي محسن قولوا بالرحمه يتعاونوا معايا يديوني كلينيك ولا السبيطار يتشافى. الله يرحم ليكم الوالدين. المرض اللي في راس من الجهه، واش شي ضربه كانت في الراس ولا؟ وهي كانت حدا فايت درت السكانير، قال لي الطبيب عندك عرق مبوشي، وكيخرجوا لي في الدوايات الدواء ما بقاش كيدير لي والو، وما بقاش عندي كاع. بغيت نشري شي دواء ما عندي باش نشري. كنطلب على شي محسن يتعاون معايا نشري الدواء. الله يرحم ليكم الوالدين. انت مريض وما عندك باش تعالج؟ ما عندي باش نتعالج، ما عندي كاع باش نتغدى كاع. الله يرحم ليكم الوالدين والدار المحسنين. عندك شي وليدات مسكين؟ عندي ثلاثة وليدات خليتهم في الجبل وجاي للدار البيضاء. أنا كنقلب على شي واحد يديني كلينيك ولا السبيطار، شي محسن. الله يرحم ليكم الوالدين. ما كيصرف عليهم حتى واحد، خليتهم تما وجاي للدار البيضاء كنقلب على شي واحد شي محسن. شنو نداك المحسنين؟ النداء ديالي هي شي محسن يتعاون معايا نتشافى. الله يرحم ليكم الوالدين، باش نشري الدواء ولا يدي السبيطار ولا كلينيك. الله يرحم ليكم الوالدين. فوقاش وانت كاين في الدار البيضاء؟ وتقريبا شي 3 شهور انا في الدار البيضاء. كيفاش كتباش؟ كيفاش كتنعس؟ وكنبات في الزنقه، مره كنعس برا، مره في الجرده، مره في القهوه، مره فين. منين كتجي فلوس باش تاكل باش تصرف؟ وما ما عنديش فلوس، ما شي واحد الا عطاني شي حاجه كناكل وصافي. الا فطرت ما تغديش، الا تغديت ما تعشاش وغادي ياكل صافي. شنو الهدف اللي خلاك تاخذ الكاميرا؟ وا بغيت بهاد الدار البيضاء هنا باش شي واحد الله عسى نتلاقى مع شي محسن يديني السبيطار ولا كلينيك يتعاون معايا نتشافى. الله يرحم ليكم هذا الشيء. شي جمعيات و ما خليتش فين مشيت، ما كاين والو في هاد البلاد، والو ما كاين والو، ما خليتش فين مشيت. الله يرحم ليكم الوالدين. شحال شفتي الوالدين؟ تقريبا شي 3 شهور هادي ما شفتهمش، شي 3 شهور هادي ما شفتهمش، وباقيين صغار خليتهم وجاي للدار البيضاء هنا. ما عندكش باش نصيفط لهم مصروف؟ ما عندي حتى ريال باش نصيفط لهم، واش غنصيفط لهم؟ ما عندي والو، وحتى الركوب ديال الكار ما عنديش باش نمشي نشوفهم. انت اش بقات لهذ الحاله؟ و حتى يفرج الله اش غندير؟ دابا انت مريض وكتبات في الزنقه؟ مريض وكنبات في الزنقه وعاقه والشلال. الله يرحم ليكم الوالدين، قولوا بالرحمه يحنوا فيا. الله يرحم ليكم الوالدين. شنو الرقم ديال الهاتف ديالك؟ الرقم ديالي 06 48 23 40 52. المحسنين اللي كيسمعوك؟ 06 48 23 40 52. المحسنين كان كنقول لهم الله يرحم ليكم الوالدين تعاونوا معايا. الله يرحم ليكم الوالدين، شي محسن يديني كلينيك ولا السبيطار ولا باش نشري الدواء. الله يرحم ليكم الوالدين. السلام عليكم. مشاهدينا كما تبعتوا هذه الحاله ديال هذا الاب هذا اللي في العمر ديالو 52 عام، واللي القصه ديالو مؤلمه صراحه، انه كما كتبعوا جا من منطقه جيتي منها الشوكه اجباها، وخلى ثلاثه ديال الوليدات يعني تما ما كاينش اللي صرف عليهم، ما كاينش يعني. هو كيتحدى الاعاقه وجا لكازا على اساس انه يخدم، ويعني انه يعيش دوك الوليدات. ساعه لقى
بقى واحد الواقع اللي ما كانش متوقعه. يعني السيد كينعس في الزنقه ما لقى لا خدمه لا والو، السيد ما عنده ما يصرف على راسه، قاعد ما بقاش يصرف وليداته، وانه مريض وعنده لي رونديفو ما عندوش باش يخلص الدوايات. يعني لا اله الا محمد رسول الله. يعني حنا كنطالبوا من المحسنين اللي كيتبعوا هذا المباشر هذا، يعني يتعاونوا مع هذا السيد هذا، يعني بالقليل يعني بالقليل ولا بالكثير هذا السيد هذا، يعني كما قلت لكم القصه ديالو مؤلمه جدا. كنتمنوا من المحسنين اللي شاف هذا اللايف هذا يتصل به في الرقم الهاتفي ديالو، يعني الناس اللي بغين يساعدوا معاه، بغيناش الناس اللي تفلى عليه، بغينا الناس القلوب الرحيمه. مازال عندنا الخير في هذه البلاد هذه، مازال عندنا الثقه في يعني في القلوب الرحيمه. النمره ديالو هي 06 48 23 40 52، لاي واحد باغي يتعاون معاه وبغي يتساعد معاه يتصل به في هذا الرقم 06 48 53 40 52. الى هنا مشاهدينا جاي هذا البيت المباشر.